السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعي قناه كاميرا وفوتوغراف العيادي. الان وياكم كنتوجه هنا بلوحه الجديده لافانور. اللوحه الجديده لافانور كتواجد على برا يعني ديال حي افانور هنا في تينغر تقريبا، كتواجد تقريبا على بعد الحي تقريبا بواحد واحد الكيلومتر قول. في اللوحه كذلك هنا جهه الشريج هذا الحاجه باش اضطرت انا شخصيا واللي كتبين باللي يعني باقي الخير في الامه، وفي الامه يعني فيها الخير الى قيام الساعه، انهم يعني كاين الفكر للغير دايرين الروبيني على اساس فين يبداو يسقيو يعني الرحال او سميتو او الرعاه المواشي ديالهم. هذه يعني فكره حسنه وفكره محموده يشكر عليها يعني صاحب الفكره او الناس اللي خدامين فيها. كما كتشوفوا يعني القضيه فيها صحراء، قضيه نيت صحراء، قضيه صحراء انك تكون في صحراء ويكون عندك الفكر هذا انك تفكر الغير، هذه ما يديرها شيء ما يديرها الا المغربي. والحمد لله على كل حال. يا سلم اخرسون الله ولا كل الانبياء.